ممكن نلعب؟ اتفضلي. ازاي بتقيم ذكائك؟ ذكائي بغباء الاخرين. حلو. نلعب شطرنج؟ يلا. ممكن تفتح الشطرنج لو سمحت؟ الشطرنج لعبة الملوك تعتمد على الحيل والاستراتيجيات. انت محتاج تعمل استراتيجية عشان تتعامل مع الناس ولا بتمشيها كده بالبركة؟ لا، انا مؤمن باي استراتيجية، باي تخطيط فكري لاي شيء انت بتعمليه الا مع الناس. علاقتك بالناس لا يجب ان دايما يبقى عندنا مثل يقولك ايه، افترض حسن النية الى ان يثبت العكس. وده الاصل في الانسان، الإنسان حسن النية الإنسان حتى يثبت العكس، الانسان السوي. انما في ناس كتير يقول لك ايه، لا افترض سوء النيه الى ان يثبت العكس، هو عمره ما هيثبت. انت هتفضل تستني ايه؟ انت هتتعامل وحش مع الناس. فالاستراتيجيه في كل ما تخططي ليه لان تنفذيه او تفعليه. محمد صبحي في حياته ابيض او اسود، او احيانا يلجا للرمادي لحل بعض الامور. انا لا استطيع ان اكون رماديا، انا برج الحوت، يبيض يسود، ما عنديش الرمادي. ولذلك دي بتعمل لي أزمة حتى في 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 علاقاتي الإنسانية، بيبقوا شايفين ده قاسي، ما هو يا كده يا كده، ما عنديش أنصاف حلول. الشطرنج أبيض وأسود، تحب تلعب بأني لون؟ أنا حسيب لك أنت الأبيض. تلعب بالأسود؟ هلعب بالأسود. ليه تلعب بالأسود؟ أوضح من الأبيض؟ جداً. نبتدي اللعب. انت مؤمن بنظرية المؤامرة؟ جدا. في التاريخ، وصرحت في التاريخ، في التاريخ مش في الحياة. انت صرحت ان هناك مؤامرة في تقسيم الوطن العربي. انا ما صرحتش، انت قلت. لا قصدي، انت فكرت، قصدي مش رأيي، مش قصدي، ده موجود في التاريخ من اول برنارد لويس وبرجينسكي مستشار الامن القومي الكارتر، لما عملوا ده واتنشر على النت ورسموا خريطة الوطن العربي بالألوان، شكلها جميل، كل دولة اتقسمت لكام دولة. يعني مش حاجة أنا جايبها من عندي، أنا قرأت في، قال لك ده كلام فارغ ومش هيحصل. ها؟ ولكنه حصل. ما بيعملوش حاجة كده زي ما تيجي، لا هما بيخططوا، والعدو ده واجبه تجاهك. خلينا نرجع للشطرنج. انت الملك وليك وزير واحد في الدنيا، مين وزيرك اللي بتسلم له زمام الامور؟ كان زوجتي رحمه الله. الله يرحمه. فانا ملك بلا وزير. لو شبهتك بالطبيعة عشان دايما تمشي في خط مستقيم توافقني؟ طب ما الفيل بيمشي في خط مستقيم مايل. انت مين فيهم؟ أنا بحب الفيل قوي. مش طبيعة؟ بحب الفيل. مستقيم مائل. علشان هو خط مستقيم ولكن متاح في كل الاتجاهات.